وهو موضوع الهجرة. هذه ندوة تعنى بالنفق العربية في المحشر، وحددنا أهدافها في التحدي القائم والدور الممكن. وهذه الندوة في الحقيقة حصرناها في النخب العربية، لأن الهجرة تطال كثيرا من شعوب العالم، خاصة من آسيا، حيث أكبر المهاجرين الآن إلى الغرب هم الهنود مثلا الباكستانيين، وبعضهم تولى مناصب عليا في دول غربية. إن اختيار عنوان النخب العربي في المهجر التحدي القائم والدور الممكن يحيل مباشرة إلى موضوع عريض ومركب ومتشعب، وإن اختزلت مضاميره في مفهومين رئيسين هما النخب والمهجر. لعل السياق الذي يندرج فيه مفهوم النخب اعتبار هذه الفئة أفرادا مميزين بعلمهم وثقافتهم وفرادتهم الخاصة، هاجروا بأسباب متعددة من الوطن العربي إلى بلدان غير عربية، وخلال وجودهم بهذه البلدان المستقبلة راهن أغلبهم ليس فقط على الاستمرار في الارتباط بجذورهم الثقافية واللغوية. الحوار المهم والملح في ظروفنا الراهنة حول دور وتحديات النخب العربية في المهجر. الموضوع محفز وفي الوقت نفسه متشعب وشائك. لتأطيل موضوعي سأحاول أن أجيب فيما يخصني على الإشكالية المطروحة في العنوان العريض للندوة، انطلاقا من موقعي كأستاذة وباحثة في مجال الآداب العربية مقيمة في العاصمة الفرنسية. لذا سأتطرق لهذه الإشكالية حصريا من زاوية النخب الثقافية، مساهمة هذه النخب التحديات التي تواجهها في زمننا الحاضر والدور الممكن. النخب أقصد تحديداً هذه الشرحة من المثقفين المهاجرين العرب الذين يعملون ويقومون بنشاطات خارج بلادهم الأم، ولكن دون فك الارتباط معها، إذ يتتبعون أحوالها وهي تبقى حاضرة في إنتاجهم الفكري والأدبي. تحدثنا اليوم عن الإيجابيات تواجد الجاليات العربية في الخارج، وكذلك المصاعب والمشاكل التي تواجه هذه الجاليات، وثمنا التواجد العربي في الخارج، ودعونا إلى وجود دعم من دول المنشأ دول عربية لهذه الجاليات، كما دعونا إلى توحد جهود هذه النخب العربية الموجودة في الخارج من أجل الدفاع عن كرامة وقضايا المهاجرين العرب في دول الخارج. وقد عرفت هذه الجاليات العربية تطورات متعددة تطرح إيجابيات وإسهامات واضحة فيما يعاني الكثيرون من تحديات لا يستهان بها. واسمحوا لي في البداية أن أتطرق لهذه الإيجابيات. نجد في صدارة هذه الإيجابيات التي تحملها ظاهرة الهجرات العربية للخارج مسألة واضحة إلى الجميع، وهي مسألة التحويلات والتدفقات المالية لدول المنشأ. ففي المغرب حيث نتواجد هذه الأيام بلغ عدد مغاربة العالم المسجلين لدى شبكة قنصليات المملكة 5,100,000 شخص إلى غاية أبريل سنة 21، وهو ما يمثل 15% من سكان المغرب. الحقيقة أنه موضوع النخب العربية المهاجرة وإمكانيات تعاظمها وقيامها بدور أفضل نقطة وقضية أساسية وملحة جدا، خاصة في هذا الوقت بالذات نظرا لما يجري في غزة ولصحوة الضمير العالمي الذي أحس لأول مرة بأهمية القضية العربية وبعدالة القضية العربية وفي القلب منها طبعا فلسطين. ومن هنا أحيي موسم أصيل الثقافي على اختياره العبقري لهذا الموضوع بالذات لكي يجري حول التداول، وقد رأينا في الجلسة الأولى
وبقي الجلسة الثانية والثالثة آراء كثيرة وإسهامات غاية في الأهمية حول هذا الموضوع الهام جدا. فكل التحية لمسن أصيل الثقافي وهو يحتفل بعامه الذي قارب نصف القرن. ورقتي بعنوان هل يتحول العرب الأمريكيين إلى جماعة بضغط مؤثرة؟ تتكون النخب العربية في المعجر من المهاجرين الذين وفدوا من الدول العربية على مدى ما يقرب من 200 عام، ومن أبنائهم وأحفادهم الذين ولدوا في المعجر وصاروا يحملون الآن جنسيات الدول التي ولدوا بها. ولقد غادر الكثير من هؤلاء دولهم العربية بإرادتهم بحثاً عن مستقبل واحد، وغادر البعض الآخر كلاجئين طردوا من ديارهم نتيجة للحروب ولأسباب أخرى، فأرغموا على البحث عن مأوى خارج الوطن. الندوة الثانية التي نحن اليوم بصددها هي حول إشكاليات النخب العربية في المهجر، التحديات والإمكانيات الممكنة، الأفق الممكن، وهي ندوة يؤطرها ويشارك فيها مجموعة من الباحثين والمفكرين ونخبة كذلك من العرب الذين سينكبون على هذا الموضوع لمناقشته واقتراح بعض المسالك وبعض الحلول الممكنة لمناقشة هذه هذا التحدي. الاعتبار ان النخبة العربية تؤثر في المشهد في المهجر وتؤثر كذلك في بلدانها الأصلية. ستتواصل كذلك فعاليات هذه الندوات بندوة حول الحركات الدينية، ثم ندوة حول القيم العدالة، ولدينا كذلك موعد مع خيمة الإبداع التي سيتم فيها تكريم الروائي والشاعر والوزير السابق الأستاذ محمد الأشعري. بدون علامة دالة الحجاب لدى المرأة، ديانتك في زحلتك، زحلة ديانتك تحدد هويتك، وهي شرائح تنتمي غالبيتها إلى النخبة ذات تكوين رفيع وعالية التأهيل، عرفت تحسنا وترقية في السلك الاجتماعي، تعمل في المؤسسات العمومية وقطاع الخاص في مواقع مميزة، إنها ذات دخل جيد. وبحسب نظرية هرم مسلو عن تراتبية الحاجات لدى البشر، تقع خارج مرتبة الافتقار إلى الفيزيولوجي المادي، لها حوافز ومطالب أرقى كالطمأنينة. هؤلاء منذ 6 سنوات واليوم يغادرون فرنسا بلدهم إلى آفاق أخرى تتوزع بين أوروبا الغربية، بلجيكا وأمريكا.